في الحقيقة هذه الوقفة هي بمثابة استمرار لمسار نضالي بدأ منذ أكثر تقريبا من 5 أسابيع أو 4، وما يمكن أن نسجله هو أن الجهات المسؤولة عوض أن تتعاطى مع هذا الملف بحكمة وبرصانة تفضل الهروب إلى الأمام وتقامر بمستقبل أبنائنا. وفي الحقيقة لا حل إلا بالجلوس على طاولة الحوار مع المعنيين الحقيقيين بالأمر. قد يتساءل البعض ماذا عن التلاميذ، كما ورد في تصريحات عدد من الإخوة المناضلين. في الحقيقة الأستاذ مهمته الأساسية هي الاشتغال داخل القسم، ولكن الظروف شاءت أن تفرض عليه مغادرة هذا القسم، ليس حبا في الجلوس والراحة، والدليل هو هذه الوقفة الآن، وإنما رغبة في مدرسة عمومية للجميع. هذه المدرسة العمومية إذا لم يتم الاهتمام بحق الأستاذ في الكرامة وبحقه في ظروف ملائمة للعمل، لا يمكن إلا أن نتحدث عن ضرب هذه المدرسة العمومية في العمق، ويبدو أننا سائرون في مخطط ضربها فعلا وفي مخطط خصخصتها. ولا حل واش حنا غادي نتسالوا بيضاء ام انك تنتظروا الحكومه ما عندهاش اشارات هي باش تقنعكم دير النيه معكم؟ هو الافق بطبيعه الحال الاساتذه لا يفضلون هذا الخيار، خيار سنة البيضاء، ولا يشتغلون عليه. الهدف فقط هو الاستجابه للمطالب وتتم العوده المباشره الى الاقسام، لان هدفنا جميعا هو ما فيه مصلحه ابنائنا.